لم تتوقف المجموعات المسلحة عن تدمير وتخريب كل موروث حضاري واجتماعي وديني تصل إليه أيديهم. هذه المرة قامت هذه المجموعات باستهداف مقام السيدة سكينة عليها السلام في مدينة دارية بريف دمشق بصليات من الصواريخ، ما أدى إلى تدمير قبة المقام. الاعتداء هذا جاء بعد عدة محاولات فاشلة قام بها المسلحون للتسلل نحو المقام. مقام السيدة سكينة عليها السلام هو نقطة محور في دارية للجبهة الموجودة هنا. فتستمر العمليات العسكرية حول المقام. دخلنا مقام السيدة سكينة عليها السلام مع مجموعة من الجيش السوري. آثار الخراب والدمار تروي لنا حجم المعارك التي دارت هنا بعد أن اتخذته المجموعات المسلحة مقرا لها، فيما يستمر الجيش السوري بملاحقته أفراد هذه المجموعات في محيط المقام وعلى عدة محاور. نحن نسيطر على المقام والمنطقة المحيطة به، تأتينا هجمات من الجهة الجنوبية الغربية ونقوم بصدها بشكل دائم ومستمر ونكبد العدو خسائر فادحة. طبعا عمليات الرصد عندنا دائمة ومتواصلة من مناطق عالية، ونسيطر على مناطق واسعة بتمداد المسلحين. في الوقت نفسه تتركز العمليات العسكرية للجيش السوري على أطراف المدينة، حيث يواصل تضييق الخناق على المجموعات المسلحة في بعض أحياء دارية قاطعا عنها كل طرق الإمداد. حسام زيدان، ريف دمشق. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله حشم علق هيطق بطق وبكل زاد على الراية. فوتوا